أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مع المناسبة السنوية لاغتيال المهندس وسليماني، يغلي الخليج بالأحداث التي تلقي بظلالها على المشهد الأمني الإقليمي كله، وعلى وجه الخصوص في بلدنا الذي يعده المحللون صاحب النصيب الأعلى في أن يكون ساحة النزاع المحتمل بين واشنطن وطهران. وقد يتسع النزاع ليشمل دولا جديدة ستجد نفسها داخل حلبته، شاءت بذلك أم أبد. وما دمنا في الخليج فللنفط حصته وللموانئ نصيبها من التصعيد، فما احتماليات اندلاع هذا النزاع الذي أنهك التوقعات منذ ما يزيد على السنة؟ ومن سيطلق إطلاقته الأولى؟ هل كان لغم الناقل الوطنية جزء من ذلك التصعيد؟ فهي سابقة لم تحدث لسفننا من قبل. ولماذا سحبت الولايات المتحدة إحدى حاملاتها من الخليج فيما تزيد إيران من حالة التأهب لقواتها؟ هل سيتمكن الكاظمي من منع الفصائل تنفيذ عمليات ضد قوات الولايات المتحدة فيما لو اندلع النزاع؟ هذه التساؤلات ومزيد من التوقعات سنناقشها، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. بالتزامن مع الذكرى الأولى لحادثة المطار وتوقيع عقد ميناء الفاو، اكتشاف لغم بحري ملتصق بباخرة كانت موجودة في المياه الدولية في الجهة المقابلة لميناء أم قصر في البصرة، والقوات العراقية تواجه صعوبة في التعامل مع اللغم البحري كونها غير مدربة عليها. المراقبون شبهوا هذه العملية بانفجار مرفأ بيروت، كونه سيدمر الاقتصاد العراقي لو حصل، حيث سيخسر العراق قرابة 1.5 مليون برميل يوميا من تصدير نفطه. الفاعل مجهول والتحليل كان يحمل الجنبة السياسية، فمن المتابعين من اتهم إيران وقال إنها وراء ذلك لخلط الأوراق في الخليج وتدمير حركة النفط فيها، وآخرون قالوا إنه حركة سعودية إماراتية لزيادة منتوجها النفطي في أوبك، خاصة وأن تحليلهم يقول إن السفينة اتجهت من ميناء الفجيرة إلى ميناء الدمام في السعودية وصولا إلى المياه العراقية. أما الخبراء فقد نفوا كل هذه التكهنات وقالوا إن نوعية اللغم الموجود لا يمكن وضعه إلا بواسطة الغواصين. شركة سومو قطعت دابر الأزمة ببيانها نافية كل التصريحات، بقولها إن الناقلة مؤجرة لشركة سومو وتعمل كخزان عائم للنفط العراقي وتتواجد في منطقة المخطاف قرب خور الزبير، والناقلة موجودة منذ تشرين الثاني في مكانها ولم تأتي من الموانئ الإقليمية ولا تأثير لها على ميناء العراق النفطي. أما بعض التحليلات فقد ربطتها بالتحركات الأمريكية الإيرانية في المنطقة، خاصة وأن أمريكا أرسلت بوارجها النووية وطائراتها التي تحمل رؤوسا نووية إلى مياه الخليج تحسبا لرد إيراني في الذكرى الأولى لحادثة المطار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن طهران لن تبادر بالاعتداء، لكن ردها سيكون حاسما إذا هاجمت أمريكا. وبين هذه التكهنات والتحليلات يبقى مصير الشرق الأوسط والعراق يغلي على صفيح من نار في الأيام العشرة الأخيرة من حكم ترامب.
رحبوا معي بضيوفي كل من السيد كاظم الحاج محلل سياسي، وأيضا السيد فلاح كينو أمين عام مجلس العراق الموحد، وأيضا الدكتور أحمد الشريفي خبير أمني. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك سيد كاظم. سيد كاظم، اليوم ذكرى حادثة اغتيال السيد سليماني وأيضا أبو مهدي المهندس، شنو ردة فعل الفصائل المسلحة والفصائل المقاومة الإسلامية وأيضا الجارة إيران على هذه الحادثة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي الفاضلة ومن خلالك لضيفيك ولكادر ومشاهدي قناة زاغروس. مما لا شك فيه أن فصائل المقاومة الإسلامية إذا تحدثنا عراقيا ابتداء لها موقف ثابت وصريح في حتمية الرد على هذه الجريمة التي راح ضحيتها صانعون نصر وقادته ومهندسي، وبالتالي عراقيا من الناحية يعني الشعبية العراقية هذا الأمر مبدئي، وهو مسألة أخذ ثأر، والثأر يعني لابد أن يتم، ولحد هذه اللحظة للأسف الشديد هناك موقف حكومي غير يعني غير متناسب مع هذه الجريمة. أيضا للأسف الشديد نقول في هذه ونحن اليوم في ذكرى سنة كاملة على مرور اغتيال قادة النصر الحكومة العراقية، رغم أن قرار البرلمان كان واضحا وصريحا في تحديد 7 أيام للحكومة في إعلان نتائج، لكن مرت سنة كاملة ولا يوجد أي إعلان لهذه النتائج، وهي ربما تتماهى بشكل كبير جدا مع ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. إذا سمحت لي نتحول إيرانيا ومنها على مستوى محور المقاومة، أيضا إيران لديها موقف واضح وصريح ومبدئي في أيضا في حتمية الرد، وعلى أعلى المستويات في إيران على أن كل من ساهم وارتكب وساعد ودبر هذه الجريمة لابد أن يدفع الثمن، وهذا الموقف أيضا إذا عممنا على محور المقاومة سيكون أيضا موقف واضح وصريح، وهذا يعطي رسالة واضحة على أن الرد سيكون. لكن نقطة مهمة جدا سيد كاظم، نحن ما نحكي عن القدرات لغد، لكن نحكي عن العواقب الوخيمة ربما يحدث من رد الولايات المتحدة الأمريكية على الفصائل المقاومة الإسلامية أو على إيران نفسها داخل العراق يعني، وهذه إشكالية كبيرة جدا. أنت تحدثت عن أخذ الثأر، هل يمكن أخذ الثأر في هذه الظروف والأزمات اللي يمر بها العراق وفي ظل هذا الوضع المتشنج بين أمريكا وأيضا الجارة إيران؟ ابتداء قدرة الرد يعني محدد كبير جدا للولايات المتحدة الأمريكية في أن ترتكب حماقة خلال الفترة المتبقية لحكم ترامب في البيت الأبيض، هذا عامل مهم جدا، وبالتالي هذه القدرة هي التي تحدد ما يتم خلال الفترة القادمة من ردود فعلية سواء على الداخل العراقي كما تفضلتم أو على مستوى إقليمي وحتى على مستوى دولي. أخذ الثأر أمر لا بد منه، وهو مطلب شعبي ومطلب عقائدي ومطلب ديني. نعم، هناك قرار وهناك يعني هدنة من قبل فصائل المقاومة الإسلامية إلى الحكومة العراقية ومن خلالها إلى قوات الاحتلال الأمريكية على الأراضي العراقية، في أنه لا بد أن يكون هناك استثمار لهذه الهدنة وخروج القوات بأقل ضرر ممكن سواء للعراقيين أو حتى لهذه القوات المحتلة. بالتالي قرار الهدنة لا زال قائما، والهدنة لا زالت مستمرة وموجودة ولم تخرق ولم تنتهي، إذا يعني لم يصدر بيان من الهيئة التنسيقية، إذا سمحت لي، لم يصدر بيان من الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة الإسلامية بإنهاء الهدنة، هذا من جانب. من جانب آخر الآن ما يجري في المنطقة يعني هناك قرار إيراني أيضا بعدم الرد كما يعني أشار تقريركم، إلا في حال ما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا، لذلك هناك قرار على أن تمر الفترة المتبقية لترامب بعدها يتم الرد، بعدها يتم النظر الى سياسه وسلوك الاداره الجديده يعني معتمده على سياسه الولايات المتحده الامريكيه. خليني انتقل للدكتور احمد الشريفي. دكتور احمد، مع ذكرى الاغتيال وما اريد اعرف شنو احتماليات اندلاع النزاع بين امريكا وايران، يعني هل نحن بالفعل ذاهبين الى حرب؟ يعني اليوم في ظل التصريحات اللي نشاهدها من قبل الولايات المتحده الامريكيه وايضا من قبل الجاره ايران وأيضا من قبل بعض الفصائل المقاومة الإسلامية اللي داخل العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى على أحد أن هناك توتر في الأبعاد الثلاث، الأمني والعسكري وحتى السياسي، وهذا التوتر هو ليس وليد صدفة، وإنما هو جاء نتيجة تراكم حوادث وأحداث أدت إلى وصولنا إلى هذه المرحلة. أنا في تقديري أنه كان اتفاق 5+1 هو بمثابة نزع فتيل أزمة، واحتمالية أن يكون هناك صدام بين إيران وبين الولايات المتحدة عولج باتفاق 5+1. انهيار اتفاق 5+1 كان خط شروع لبداية حرب اختلفت فيها الميادين، ولكن
توحد فيها الهدف انها حربا متبادله بين ايران وبين الولايات المتحده. نعم. لانها بدات في عقبة اقتصاديه، عدت حربا اقتصاديه ثم وصلت الى الحرب السبرانيه، وما حصل من تبادل في الهجمات السبرانيه التي انتهكت. نعم. الامن القومي والامن السبراني لكلا الدولتين. والان يعني في تقديري نحن على اعتاب اشتباك او نعم. احتكاك على اقل تقدير بحري، وربما ان تكون هناك عمليات جويه. هل سيطال هذا الامر او يتمدد باتجاه العراق؟ الجواب نعم، لان هناك من يبدي استعداده لان يمارس نشاطا نعم. لاستهداف الوجود الامريكي. لكن نقطه مهمه جدا دكتور احمد، يعني عندي يعني مداخلتين. اول شيء، من يجرؤ على اطلاق الطلقه الاولى، امريكا او ايران؟ وثاني شغله، تحدث السيده كاظم عن اخذ الثار ل يعني اغتيال القائد سليماني وابو مهدي المهندس. يعني اريد ايضا نقطه واحده مهمه، كونه خبير امني، هل راح تستطيع المقاومه الإسلامية يعني اللي موجودة، يعني وهذه المقاومة بعيدا عن الحكومة، لا هي تحت خيمة الحكومة ولا السيد الكاظم يقدر يسيطر عليها ولا أي جهة سياسية تسيطر عليها، راح تقدر تكون منضبطة وملتزمة بالهدنة في الأيام القليلة القادمة؟ أولا، ليش في الحقيقة في البدء تحدثت عن أن هناك احتقان، والاحتقان في كثير من الأحيان يؤدي إلى عدم ضبط إيقاع الأحداث، وأنه قد ما يجري تبنيه من الدعوة إلى التهدئة لا تلقي صداها لدى سلوك بعض الجماعات، وبالتالي سيحصل هذا الخلل. ولكن دعيني أتحدث عن مسألة التصريح الذي صرح به وزير الخارجية الإيراني. قال أن هناك من يرغب في إيجاد ذريعة لبدء العملية، فقد يكون هناك جهة ترغب في إحداث الصدام بين إيران وبين الولايات المتحدة تفتح الأزمة. والآن لا تحتاج أو لا يحتاج الصدام إلا إلى شرارة. من سيوقد الشرارة؟ نعم. قد تكون إيران، قد تكون الولايات المتحدة، وأيضا قد يكون أن يحضر الطرف الثالث. الطرف الثالث منه تقصد دكتور؟ الطرف الثالث منه؟ يعني بعض الميليشيات، بعض الفصائل المقاومة الإسلامية، أو بعض الأحزاب يعني اللي عندها أجنحة سلاح، عندها أجنحة سلاح ومنضوية تحت العملية السياسية، منه اللي راح يطلق الشرارة؟ ومن هو الطرف الثالث اللي تقصده؟ المطلب اللي يدور في فلك الدفع باتجاه أحداث الصدام بين إيران وبين الولايات المتحدة ويأتي في إطار التوازنات الإقليمية والدولية. نعم. ونستبعد قضية الداخل العراقي. نعم. داخل ولكن أيضا قد يكون هناك فعلا في الميدان العراقي غير محسوب يؤدي إلى أن يقدح شرارة. نعم. مشعال فتنة. نعم. الأزمة. أوكي، خليني أنتقل للسيد فلاح. سيد فلاح، يعني في يعني هذا اليوم إذا نتحدث عن ذكرى اغتيال يعني السيد قاسم سليماني وأيضا أبو مهدي المهندس، والبعض يتحدث يعني هناك على إصرار من أمريكا على ضرب إيران، وهو يبحث عن يعني أي مبرر فيما ترد إيران وتتحدث بكل صراحة إنها مستعدة لكل هجمات على المنطقة وعلى إيران تحديدا. اليوم شلون ممكن نقرأ الأحداث اللي يمر بها يعني الوضع بالعراق، يعني أيضا الجانب الأمريكي الإيراني؟ نعم شكرا للاستضافة، والتحية أيضا لك ولضيوفك، والتحية موصولة لكل أهلنا وشعبنا أينما كانوا. بكل تأكيد الخلاف والصراع الإيراني الأمريكي لم يبدأ بعد محاولة أو بعد عملية اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، ولم تبدأ بعملية اغتيال فخري سعدة، ولم تبدأ عندما تركت أمريكا الاتفاق النووي المعروف عن أو ما يعرف بعن الخمسة زائد واحد. بدء الصراع بين هذين الطرفين إيران وأمريكا تعود جذوره إلى عام 1979، عندما قام مجموعة من الطلبة الإيرانيون السفارة الأمريكية بتأييد ودعم من القيادة الإيرانية، والذين أصبحوا فيما بعد قادة في المجلس الثوري ووزراء وأعضاء برلمان بل حتى رئيس جمهورية. فكل هذا الصراع هو ليس حديث يعني جديد اللحظة، وإنما من زمن طويل من 1979. نعم.
فبكل تأكيد هذا الصراع سوف يستمر، لأنه إيران تريد أن تجعل من نفسها قوة إقليمية تقف بوجه الإرادة الدولية. عندما نقول تقف بوجه الإرادة الدولية، فإن أول ما قامت به إيران وكسرت أو تحدت الإرادة الدولية عندما اقتحم هؤلاء الطلبة السفارة الأمريكية، وهم بهذا العمل قد نفروا وكسروا اتفاق ما تعرف باتفاقية روما التي تحدد العلاقات الدبلوماسية بين الدول. ولاحظ أيضا نفس هذا العمل، تحقق بعض الميليشيات المسلحة المنفلتة في العراق قيام به في المنطقة الخضراء عبر رشق السفارة الأمريكية أو محاولة اقتحامها بهذا الشكل. فهناك تحدي من إيران إلى المجتمع الدولي. أما بالنسبة ذكر أحد ضيوفك أن الاتفاق النووي كان يجب أن يعني يبعد فتيل الحرب بين الطرفين، لا أعتقد ذلك، لأن الاتفاق كان ناقص، وحتى جو بايدن أو المقربون منه، وما نطلع ونقرأ في الصحف الأمريكية وفي خاصة في واشنطن تايمز ونيويورك تايمز، لأن الفريق الجديد لبايدن الذي سوف يرافقه في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون الآن عن إضافة فقرتين إلى الاتفاق النووي. الأولى هي البرنامج الصاروخي البالستي، أي منع إيران من تطوير برنامجها الصاروخي البالستي، والنقطة الثانية هو توقفها وعدم تدخلها في دول المنطقة. وهاتين الفقرتين أو النقطتين ترفضها إيران، وهذا هو الخلاف بين أمريكا من جهة وحلفائها وبين دول المنطقة من جانب وبين أمريكا. خلي جاوبك أستاذ، خلي جاوبك أستاذ كاظم. تحدث يعني الخلاف عميق بين أمريكا وإيران، يعني خلاف من 79 إلى هذا اليوم. فيقول لك يعني بعض الميليشيات المنفلتة اللي سمعت تتحدث عنها، وأيضا يقول لك سياسة بايدن ما تختلف هواية عن سياسة ترامب، لأن بايدن راح يضع فقرتين بالاتفاق النووي مع إيران، وأهم فقرة هي منع إيران من التدخل في الدول المجاورة مثل لبنان، سوريا، العراق، يعني مسألة الصراع أسلحة وصواريخ. مسألة الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران يعني ليس جذرها فقط ما حدث في السفارة. يعني نعلم جيدا النظام السابق في إيران كانت له علاقات واضحة مع الكيان الإسرائيلي، وكان شرطي المنطقة، وعندما كان يذهب إلى الخليج يعني الشاه كانت تقبل أيديه من الأمراء. أضف إلى ذلك يعني العقيدة التي أتت فيها الثورة الإسلامية في إيران ومسألة فلسطين كانت هي العامل الرئيسي والجذر الأساسي في العداء الأمريكي الإسرائيلي الآن الخليجي لإيران. هذا الأمر يعني لا يمكن لأمريكا أن تنفيه أو أن تحدده باعتبار أن هذه عقيدة إسلامية، وهناك وعد في مكتوب في القرآن الكريم. هذا من جانب. من جانب آخر، مسألة ما يسمى بالميليشيات المنفلتة، هذا الأمر غير موجود حقيقة، وعلى من يذهب باتجاه هذه التسميات عليه أن يرى الواقع العراقي بصورة صحيحة. ما موجود هو فصائل مقاومة إسلامية حاربت الاحتلال الأمريكي وطردته من العراق في عام 2011، ومن ثم هذه الفصائل أيضا حاربت الأداة الأمريكية، يعني القاعدة ومسمياتها، وصولا إلى داعش، وأيضا استطاعت أن تنتصر عليها، وأيضا هي الآن تواجه القوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية. العقيدة واحدة على أن العراق لا يمكن أن يكون ساحة أو منطقة أو أرضا تتواجد فيها القوات الأمريكية وتستخدم هذه الأرض للاعتداء على دول الجوار كما يحدث الآن، سواء على يعني على إيران أو على سوريا أو حتى على مستوى اختيار قادة النصر إذا سمحت لي. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا يعني ما يخص العلاقات الإيرانية الأمريكية، العراق الآن يستخدم كأداة، يعني ليس من أداة قبل من منه من إيران ومن أمريكا، لا طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية. الإيران جارة للعراق، وبالتالي من أتى من عشرات الكيلومترات، عشرات الآلاف من الكيلومترات إلى الأراضي العراقية هي أمريكا، وبالتالي إذا أرادت أمريكا كما تطمح أن يكون هناك استقرار في المنطقة عليها أن تغادر المنطقة. على أقل تقدير هناك إرادة شعبية وهناك قرار شعبي ومعبر عنه بقرار برلماني أن تغادر الأراضي العراقية. هذا يعني هذا أمر لا مرد منه، ولا
ولا يعني ولا رجعة فيه. نعم. خليني أسأل هاي التساؤلات حتى للسيد فلاح وبعدين أنتقل للدكتور. سيد فلاح يعني تحدثت نقاط مهمة جدا، رد عليك السيد كاظم قال لك ميليشيات ما موجودة، أكو مقاومة إسلامية موجودة، هذه المقاومة الإسلامية من حقها أن تحارب أمريكا لأن أمريكا بلد محتل. العراق هذا اليوم تستخدم أمريكا كأدوات لضرب الجارة إيران، وأيضا قرار البرلمان ملزم للحكومة العراقية بإخراج القوات الأمريكية. هذه الفقرات اللي يتكلم بها أستاذ كاظم هي فقرات البعض يشوفها كلش منصفة، أنت شلون تشوفها من رأيك أستاذ فلاح؟ أنا لا أجدها منصفة بالكامل. أولا إذا كانت الثورة في إيران قامت على أيديولوجية رمي إسرائيل في البحر فهذا شأن إيراني ولا تعترف به كل دول العالم. دول العالم الآن لها علاقات مع إسرائيل، نحن نحاول أن ندافع عن إسرائيل، نحن نتكلم الآن عن علاقات دبلوماسية. لذا عندما نقول بأن إيران هي الصبي المشاكس في المنطقة وفي العالم، هذا هي الأدلة. فأنت لا تستطيع أن تفرض إرادتك الدينية أو المذهبية وثورتك على العالم وترفع سلاحك وتقول أريد أن أنهي هذه الدولة وأتدخل بهذه الدولة. هذا بالنسبة إلى أيديولوجية الثورة. أما بالنسبة إلى خروج الأمريكان في 2011، فليعلم الجميع لم يكن خروج الأمريكان بقرار لا السيد المالكي ولا الحكومة العراقية ولا الفصائل ولا إيران، وإنما كان قرار أمريكي بحت أعلن عن أوباما بسحب قواتهم من الخارج، وكانت العراق وأفغانستان تحتوي أكبر كم من الجيش، فقرر الاتحاد. استغل المالكي واعتبر نفسه قائد النصر وهو الذي أخرج الأمريكان، وكذلك استغلتها الفصائل المسلحة التي تحمل السلاح والتي كانت نائمة، واستغلت فتوى السيد السيستاني الجهاد الكفائي وإذا بها تظهر وتفتح تكاكينها مرة ثانية وتنهد أبناء العراق من أجل تنفيذ أيديولوجية الثورة الإيرانية من العراق وليس من إيران. يعني تقصد أنه هذه الفصائل المسلحة الإسلامية هي تنفذ أجندات الجارة إيران، هذا الأفهم من كلامك أستاذ فلاح؟ بكل تأكيد. وهذا ودعيني أعطيك دليل. يعني تقصد مو مقاومة إسلامية هذا اليوم، يعني هذه المقاومة الإسلامية اللي هاليوم تحارب المحتل؟ لو أنا أفهم من كلامك ممكن توضح لي أستاذ كاظم، توضح لنا يعني ترد على السيد. لأن سيد الفاضل أنا لا أعرف من أنت تتكلم حقيقة، لأنه أنا أشك أنه أنت تتحدث من أمريكا لأن لسانك أمريكي واضح، وبصراحة حقيقة هناك قلب للوقائع وهناك قلب للحقيقة في العراق. أولا فيما يخص إسرائيل، إذا أنت كنت تعترف بها فالعالم الإسلامي بأغلبيته لا يعترف بها، هذا كيان غاصب لأرض فلسطين، وعليك مراجعة التاريخ ومعرفة هذه الحقيقة. وبالتالي نحن كمسلمين لا نعترف بهذا الكيان الذي أنت تسميه دولة. نعم. وبالتالي مسألة إزالته من الوجود هذا أمر أيضا لا رجعة فيه. فيما يخص يعني لك هذه فصائل تنفذ الأجندات الإيرانية. نعم. يعني بس نريد نجاوب على لا مسألة يعني خروج الأمريكان مهمة جدا. يعني أعتقد أنك لم تقرأ التاريخ العراقي منذ عام 2003 إلى عام 2011 أو حتى إلى الآن. يعني الأمريكان لم يخرجوا بإرادتهم، ويعني الفيديوهات، وأنصحك أن تذهب إلى اليوتيوب وتعمل سيرش بسيط جدا لعمليات المقاومة وسترى كيف خرج الأمريكان. أضف إلى ذلك هناك توسل أمريكي في عام 2008 و 2011 بمجرد أن يكون هناك وقف لهذه الهجمات حتى يخرج الأمريكان سالمين أحياء من الأراضي العراقية. مسألة الفصائل الإسلامية في العراق لم تكن نائمة، كانت حاضرة وواعية وشاهدة وقامت الاحتلال وهاجمت الإرهاب ولم تنفذ الأجندات الأمريكية الإيرانية على الأراضي العراقية، كانت نابعة من هم وطني. وخير دليل على ذلك ومصداق ذلك مسألة الفتوى المرجعية وتشكيل استغلت الفتوى. هل بالفعل استغلت؟ طبعا لا. تجاوبوا عن نقاط الله يخليك. وخير مصداق على ذلك سيد الفاضل مسألة الفتوى التي صدرت من المرجعية وتشكلت على أساسها الحج الشعبي الذي كانت قاعدته الأساسية فصائل المقاومة الإسلامية، ومصداق ذلك الدم التي أعطته من أجل تحرير الأراضي العراقية، لم تنفذ أجندة إيرانية على الأراضي العراقية. وهذا لا يعني أن إيران لم تساعد العراق،
ساعدت العراق وقدمت له السلاح والمستشارين وكل الإمكانيات التي حقق العراق من خلالها النصر. بالتالي هذا الواقع، هذه الحقيقة العراقية. نعم، هذه الحقيقة أستاذ، هذه الحقيقة اللي تكلم بها أستاذ كاظم. يعني ربما هذه هيفاء تسمحي لي أجيب لأنه قاطعوني فأرد لك من بعض النقاط. تفضل. جيد. دعونا لا نكابر. أين كانت مقاومتكم عندما كان صدام في الحكم قبل 2003؟ ألم يفر أبو مهندس، أبو مهدي المهندس من الكويت بعد محاولة؟ أنا أقول لك أين كانت فصائل المقاومة الإسلامية إذا سمعت لي في هذه الجزء. لا، في هذه الجزئية فقط، في هذه الجزئية فقط. أكمل ومن ثم أنت قدم ما تشاء. يعني نعم. حتى لا نشوش على الجمهور والمشاهدين. اولا اين كان ابو مهدي المهندس عندما فرر للكويت بعد فشل محاوله اغتيال امير الكويت الاسبق؟ كان نائما في طهران وينتظر حتى دخل الامريكان ودخل معهم، وكان عضوا في مجلس في الجمعيه الوطنيه حتى اكتشف امره فهرب من العراق الى ايران مره ثانيه. وعندما خرج الامريكان في 2011 عاد الى العراق والى السطح مره ثانيه. أما عندما تتحدث بأن هذه القوى أو هذه الميليشيات أو هذه الفصائل استخدمت أو انصاعت إلى الفتوى المرجعية، فأين هم قادتها من السيد السيستاني؟ لا العامل يقلد السيستاني، ولا العصائب الخزعل يقلد السيستاني، ولا مقتدى الصدر يقلد السيستاني، ولا أبو مهدي المهندس يقلد السيستاني. فما لكم وما للسيستاني؟ أنتم تستخدمون هذه أو استخدمتم هذه الفتوى لتنفيذ إرادة إيرانية في المنطقة. ندخل إلى مقراتكم ماذا نجد؟ نجد العلم الإيراني، ونجد صور مؤسس الثورة الإيرانية، ونجد صور الخامنئي، ولا نجد العلم العراقي، ولا نجد ولا نشع رائحة مقاومة وطنية. فأنتم أثار واضحة، المعالم واضحة لها دور واضح. نعم. تنفذ الدور الإيراني في المنطقة. أستاذ فلاح، يعني نحن بصراحة أنا أحكي يعني رأينا، يعني أو رأي ناس، أبو مهدي المهندس يعني كان له دور كبير في الحرب على داعش، ما ننسى يعني الله يرحمه كان له دور كبير. فخلينا نتكلم بعيدا عن أبو مهدي المهندس. تفضل أستاذ. يعني حقيقة أنصحك أن تعود للتاريخ العراقي وتقرأه، يعني ليس من عام 2003، يعني من بدايات تشكل الدولة العراقية حقيقة، يعني منذ عام 1920. أنا لم أقاطعك، يعني اسمح لي. إذا كنت يعني متابع للشأن العراقي، نعم، إذا كنت يعني متابع للشأن العراقي في عام 1991 أسقطت المقاومة العراقية النظام البعثي ووصلت إلى أطراف بغداد، أسقطت كل محافظات الوسط والجنوب ووصلت إلى أطراف بغداد، لكن تدخل الأمريكان وأطالوا عمر النظام في الحكم في بغداد وأقاموا مناطق حظر طيران، وعندما تتحرك المقاومة كانت تخصف من الطيران الأمريكي قبل. هناك قصف مع الأمريكا، هناك قصف من قبل طائرات صدام حسين. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا أنا أدعوك، أعتقد أنه أنت لا تعرف طبيعة يعني التقليد في المذهب الإمامي في عند الشيعة. مسألة أن يكون هناك صورة لسيد الخميني أو السيد الخامنائي في أي مكتب في أي بيت عراقي، هذا لا يعني أن هذا البيت أو هذا الشخص هو تابع لإيران. مسألة التقليد في النظام في عند الشيعة يختلف عما هو عند يعني الأديان أو المذاهب الأخرى في الدين الإسلامي. بالتالي هذا الأمر أدعوك أن يعني أن تكون في معرفة فيه ولا تقع في هذه الإشكالية مرة أخرى. أيضا أؤكد وأقول أن إيران هي من ساعدت العراق، وأن العراقيين كانوا يدافعون عن أرضهم وقدموا التضحيات، ولا يوجد مصداق أكثر من الدم وأعطاء الروح. والشهيد أبو مهدي المهندس أعطى روحه من أجل العراق، وبالتالي هذا خير دليل وخير مصداق على أنه وطني ولم ينفذ أجندة لأي دولة أخرى. نعم، بس نقطة مهمة جدا ما جاوبت أستاذ كاظم. يقول لك هم جوا ويا الأمريكان ودخلوا ويا الأمريكان وكانوا أعضاء في الجمعية الوطنية، يعني كانوا حلفاء للأمريكان، ليش في يوم وليلة ينقلبون ويصيرون مقاومة ضد هذا يعني أمريكا؟ يعني أنا كنت أتحدث. نعم. دخلوا ويا الأمريكان وإجوا ويا الأمريكان وبيوم وليلة صاروا مقاومة ضد أمريكا وصاروا في المحور الإيراني. هذا كلامه اللي افتهمته. نعم. المواطن. نعم. افتهمه.
كلامه، جاوبوا على هذا الكلام. هذه يعني هذه صورة ترسم غير صحيحة على نعم. أن من أتى في ما بعد عام 2003 على العام الأغلب أتوا مع الأمريكان، هذا الأمر غير حقيقي. مو حقيقي؟ مو حقيقي. لماذا؟ ما تحدثنا به لا الآن. لا يعني بس ثاني يعني اشرح لي شلون اوضح لك وللمشاهد وللاخ يعني يعني لازم حتى نبين الامور. اوضح لك في الانتفاضه الشعبانيه في تسعينيات القرن الماضي كانت فصائل المقاومه الاسلاميه بما فيها منظمه بدر والحاج الشهيد ابو مهدي المهندس كانوا هم من قادوا الثوره واسقطوا النظام في تلك المحافظات. ولولا تدخل امريكا في تلك الفتره وابقاء صدام حسين لعشر سنوات ونظامه لسقط النظام في ذلك يعني بس الحين. بصراحه يعني بعض القوى الشيعيه اجت مع الولايات المتحده الامريكيه لم تاتي معها لم تأتي فسرها معها. يعني هاي فسرها كلام السيد هناك مؤتمرات اقيمت للمعارضه العراقيه في اربيل وفي لندن وتم الاتفاق على ان يكون هناك استثمار لاحتلال العراق. وبالمناسبة أذكر الضيف الشهيد على أن القرار 1483 الصادر في عام 2004 حول القوات الأمريكية من قوات كما كانت تدعي محررة إلى قوات محتلة وهذا أمر مهم جدا. وبالتالي العراقيون كلهم يعلمون أن القوات في تلك الفترة محتلة وبمن فيهم السياسيون. لذلك من أتى مع هذه القوات لا يمثل العراقيين ولا يمثل الحقيقة. يعني نحن في إشكاليات كبيرة سيد كاظم، يعني راح أخذ رأي سيد الشريفي. سيد الشريفي يعني في اجتماع قاني الأخي بالفصائل طلب منهم القيام بعمليات ضد أمريكا في العراق، هذا يعني البعض يقول ما نعرف مو متأكدين منه، في حال تعرضت إيران لضربة. يعني هل هذا الكلام صحيح؟ هل بالفعل طلب قائد عسكري إيراني أنه الفصائل بالعراق أنه تعطي ضربة لأمريكا؟ يعني وهل ستقوى الحكومة على الوقوف بوجه الفصائل الأربعة في الشارع هذا اليوم؟ يعني الحقيقة هذا الحدث لا أستطيع أن أثبته وأنفيه لأن نعم لم يعني نحن هم لا نستطيع أن نثبته لأنه لكن ما يعنينا بقدر تعلق الأمر بالوضع الأمني أنه الانقسام اللي تلاحظوه الآن في الخطاب بين الضيفين الكريمين هو انقسام ليس انقساما عابرا، هو انقسام على مستوى سياسي وامني وعسكري. وبالتالي وعلى مستوى الشارع يعني بعض الناس يعني تتوجه الى امريكا وبعض الناس يعني بصراحه تتوجه الى ايران، يعني نشاهد نحن في هذا الموضوع. تفضل. نعم، ولذلك هذا الانقسام يعتبر من حيث التقييم هو نذر وناقص خطر، لانه انقسام في المواقف ابتدأ من يوم حادثه المطار وما حصل تحت قبه البرلمان. يعني في قبة البرلمان وجدنا أنه انقساما على مستوى السلطة التشريعية التي تمثل أعلى السلطة في البلد، قسم ذهب مع الإدانة وقسم قال، وبالتحديد فيما يتعلق بقضية بقاء القوات الأمريكية وقوات التحالف، وقسم تحدث وبصريح العبارة عن تمسكه ببقاء قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية. وهذا الانقسام سيؤسس بالحقيقة لانقسام سياسي، وأن المرحلة القادمة في تقديري نعم عنصر الاطمئنان متحقق في وجود جيشنا وجهاز مكافحة الإرهاب، هم رجال لديهم إرادة قتال وأبطال ووطنيين، لكن إذا حصل الانقسام وصل إلى هذا المستوى قد تستطيع أن تحصن بعض المناطق قطعات ولكنها لا تستطيع أن تحقق الأمن الشامل. لازم أنه مناطق كثيرة نعم، لكن دكتور في ظل هذا الانقسام اللي موجود بالآراء ويعني بالمواقف السياسية اللي نشاهدها هذا اليوم، أين يتجه العراق يعني في ظل هذا الانقسام؟ ونحن هذا اليوم في أزمة حقيقية، ربما أزمة أمنية، يعني وأنت شاهدت يعني ما حدث في البصرة. يعني أحسنتم، هو إحنا مشكلتنا وين؟ أنه هذا الانقسام ينذر بمسألة عدم القدرة في السيطرة على الميدان وعدم القدرة على السيطرة في الميدان وإيجاد أزمات مركبة قد تؤدي إلى حالة أن يصطف جزء مع مجريات الأحداث القادمة، لأنه لا توجد ضمانة. وفي تقديري أنه الاحتكاك أو الاشتباك العسكري قادم لا محال، فهل سنستطيع أن نضبط إيقاع الأحداث في العراق؟ وهل ستستطيع الحكومة أن تفرض سيطرتها على الفصائل؟ يعني حتى الانتشار الأمني الآن لما يطلق عليه بسد الثغرات، نعم
سد الثغرات في المناطق المفتوحة في بغداد، لكن ماذا في حزام بغداد وفي المناطق النائية؟ نقطة مهمة جدا استاذ دكتور أحمد، أنا أسألك كونك أنت محلل أمني، يعني نقطة مهمة تحدث بها استاذ فلاح، قال لك الفصائل اللي موجودة هي فصائل تأخذ أجنداتها من الجارة إيران، وهي ليس فصائل مقاومة إسلامية حقيقية مثل ما تحدث السيد كاظم، أنه هي فصائل مسلحة إسلامية يعني تريد إخراج المحتل، وهذا حق مشروع. اليوم شلون ممكن الكاظمي يسيطر على هذا الموضوع في ظل فصائل تنتمي بتوجهاتها الى الجارة ايران؟ هذا كلام استاذ فلاح يعني مو كلام. نعم يعني في احنا قراءاتنا ايضا انه التعاطف الموجود بين الفصائل وبين ايران، اذا وجه الضربة لايران فمن الصعب ان يجري السيطرة على الفصائل في القيام بعمل عسكري. نعم. وهذه قضية لا نستطيع ان نستبعدها، وهم بالحقيقة أيضا هم يقولون إذا ضربت إيران سيكون حق الرد ليس من قبل إيران فقط، وإنما من قبل الفصائل التي ترتبط عقائديا بإيران. أستاذ فلاح، يعني هل راح يتمكن السيد الكاظمي من منع الفصائل من تنفيذ أي عمليات ضد القوات الأمريكية فيما أندلع النزاع؟ يعني نقطة مهمة جدا، ومثل أيضا طابقك رأي دكتور أحمد الشريفي، قال لك بعض الفصائل هي يعني إذا اندلعت أي نزاع بين أمريكا وإيران راح تتوجه بضرب الولايات المتحدة الأمريكية في أي مكان. ما دعيني أوضح شيء لضيفك، أنا لست بعيدا عن السياسة العراقية ولا التاريخ العراقي، أنا أعمل بالسياسة منذ 40 عام ونمتلك من المعلومات المملة على التواصل بين قوى المعارضة العراقية ومن الإسلامية مع الأمريكان والبريطانيين منذ عام 1992 وحتى دخول الأمريكان وحلفائهم إلى العراق، فلا يقول لنا بأننا بعيدون عن السياسة أو أننا لا نمتلك المعلومة عن الفقه الجعفري الاثنى عشري، فنحن أيضا نعلم ولنا علاقة مع المرجعية بل مع عدد من المرجعيات في النجف الأشرف. ومن أجل أن يتأكد من كلامنا بكل بساطة عليه أن يعود إلى فيديوهات قصيرة وإلى الصور التي تؤكد وجود رجال ما تسمى الآن المدافعين عن المقاومة الإسلامية وهم أذرع إيران، ونقولها وبكل قوة كيف كانوا يجلسون في حضن بعضهم البعض في مؤتمر لندن في 2002. فلا يعني دعونا لا نغير الحقائق، قولوا أنكم أتيتم بالقطار الأمريكي ومن ثم انقلبتم على الأمريكان وجلستم في أحضان إيران، أما هذه الفصائل التي تم تأسيسها فيما بعد من قبل سليماني ومن قبل أبو مهدي المهندس كلها الآن تدخل في شرق في شرقة واحدة ما تسمى في الحكومة الداخلية أو المبطنة في العراق، والتي تتحدى الإرادة إرادة الحكومة. لكن نقطة مهمة أستاذ فلاح، أستاذ فلاح أنتم ليش دائما تتهمون هذه الفصائل المقاومة الإسلامية؟ تتهموها مو عراقية، تتهموها أنه هي تابعة لإيران، تتهموها بعدم الوطنية، يعني ناس وطنيين يحاربون المحتل ومن حقهم يحاربون المحتل، يعني شلون وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ يعني دائما نتكلم أنه هي جهات تابعة لإيران، هاليوم يعني ما نعرف هي تابعة لإيران جهات وطنية، هاليوم تقاتل وتحارب الأمريكان، هاليوم يعني ما أعرف. تفضل سيدتي. أولا نحن لم ننفي عنهم عراقيتهم ولم ننفي عنهم وطنيتهم، كل ما نقوله بأنهم أذرع وأداة بيد إيران. نعم. نقطة الصدر البعرة تدل على البعير، يعني لا نستطيع أن نكاذب، يعني نكابر ونكذب أنفسنا ونقول بأن فتح أو العصائب أو حزب الله والكتائب والنجباء وكل هذه المسميات هي ليست من صنع إيران وليست أدوات بيد إيران. الآن هؤلاء الناس القادة قادتهم بالذات، اترك القضايا الذين قاتلوا واستشهدوا على جبهات القتال في قتالهم لداعش والإرهاب وإرهاب داعش، هؤلاء شهداء لفوا نداء المرجعية. أما قادة هذه الفصائل فهم ينفذون الأجهزة الإيرانية بكل وضوح، لماذا لم يقاوم الأمريكان؟ لماذا وافقوا على دخول الأمريكان؟ لماذا حضروا المؤتمرات؟ إذا يبين ضيفك فيه أسباب الأشخاص الذين اجتمعت معهم أمريكا وبريطانيا في واشنطن وفي لندن
والأسامي الأشخاص والجهات ما عنده مانع نعم. خليني أنتقل أستاذ فلاح. خليني استاذ فلاح. استاذ فلاح يعني خليني ارجع الى كلام الدكتور احمد الشريفي، يعني قال لك السيد الشريفي يعني اكو الانقسام بين المجتمع الكتل والاحزاب السياسيه، المواطن حتى بالبرلمان عندما يعني صوت مجلس النواب العراقي على اخراج القوات الامريكيه قال لك الشيعه صوتوا، ومو اغلب الشيعة يعني مو اكثريه الشيعه، القسم منهم ما قبلوا يصوتون، وايضا الكتل والاحزاب السنية وأيضا الكردية ما صوتوا على أخراج القوات الأمريكية، والبعض متمسك ببقاء القوات الأمريكية بالعراق. اليوم هذا الانقسام اللي موجود بالمجتمع شلون نتحدث عنه؟ يعني هو مو الكل على رأي واحد أخراج القوات الأمريكية. فيما يخص المجتمع العراقي كمجتمع كشعب لا يوجد انقسام، وربما يعني اكو ناس متمسكين، يعني طلع السيد مزاحم واللاق بالتلفزيون يقول لك نحن نريد امريكا. تحدثنا على مستوى شخصيات تظهر في الاعلام، هؤلاء يعني القاعده الجماهيريه لمناطقهم واضحه فيهم، وهناك بيانات صادره من العشائر بحق هذه الشخصيات على سبيل المثال ما ذكرتي. نعم. وهناك تبرئه من هذه الشخصيات، وبالتالي هؤلاء ادوات. نعم. اولا يعني للامريكان او لمن لا يريد. نعم. للعراق خيرا، هذا من جانب. من جانب اخر على مستوى الشارع العراقي لا يوجد انقسام، والسبب في ذلك ان الدماء العراقيه اختلطت من اجل تحرير الارض والناس. نعم. وهذا امر مهم جدا. يعني ما يخص حتى بالبرلمان تحدث لك عن الموقف السياسي وموقف مجلس النواب العراقي. يعني فيما يخص البرلمان القرار الذي صدر في 5-1 حقيقه من العام الماضي. نعم. يعني لم يكن الشيعة فقط، كان هناك سنة وكان هناك قليل أكراد جدا. قليل حتى جدا. حتى وإن يعني كان يعني حتى وإن كان نائبا واحدا الكبيرة. نعم. صراحت قلت لك أني يعني مو ضد أني مو مع إخراج القوات الأمريكية، والبعض تحدث بكل صراحة. أني حتى وإن كان نائبا يعني واحدا يعني أنا أيضا أتحدث بعض أيضا من الشيعة هم كان مواقفهم مع القوات الأمريكية. المهم في الموضوع أن النظام المفروض في العراق نظام ديمقراطي. نعم. وبالتالي قراراته. نعم. تذهب باتجاه الأغلبية. إذا كان هناك نائبا واحد من الأكراد ونائبا واحد من السنة وفق الدستور العراقي هناك. نعم. 200 ألف مواطن عراقي معاك. لماذا يعني تأخرت الحكومة في تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي إذا كان هناك قرار ملزم للحكومة العراقية بإخراج القوات الأمريكية؟ أجيبك ومن خلالك أقدم سؤال للأخ الأستاذ أحمد الشريفي. نعم. هو قال إن هناك خطابين. نعم. خطاب مع العراق وخطاب مع جهات خارجية، وأنا أقول له أنت مع أي الخطابين؟ مع من تميل يعني مع من تميل أنت؟ أما فيما يخص يعني الأخ الضيف فلاح يعني يقول أنا أمتلك معلومة، حقيقة كلامه يدل على عكس ذلك. كلامه. نعم. واضح أنه هناك عدم إلمام أو عدم اطلاع كامل على التاريخ العراقي فيما يخص المؤتمرات واتفاقها وذهابها ولقائها مع الأمريكان، هذا الأمر لا يخفى يعني. أما أنه أتوا مع الأمريكان هذا الأمر غير صحيح. نعم. ولم ينقلبوا على الأمريكان، الأمريكان أتوا بصيغة وبشعار، وعندما دخلوا إلى الأرض العراقية. نعم. تحول خطابهم، وترام واضح وصريح. الميزة الوحيدة لترام أنه أظهر الوجه الحقيقي والسياسة. نعم. الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية، قال لا توجد هناك دولة اسمها العراق ولا يوجد شعب اسمه عراق، إنما هناك آبار نفط نحن ذاهبون لنستولي عليها. نعم. هذا من جانب. من جانب آخر مسألة تأخير الحكومة في إخراج القوات الأمريكية، هذا الأمر يعني متفق عليه أن هناك يعني خذلان من قبل الحكومة للإرادة العراقية للشعب. نعم. العراقي في أن يكون هناك إخراج، كان هناك قرارا بيد الحكومة عندما ذهب رئيسها إلى واشنطن. نعم. كان هناك قرارا بإخراج هذه القوات، لكن الحكومة ذهبت باتجاه معاكس لما يريده الشعب العراقي ومددت للقوات الأمريكية 3 سنوات، وهذا الأمر معلن وليس بمخفي. نعم. بالتالي في هذه الجزئية وجزئيات أخرى أيضا الحكومة تتماهى. نعم. بشكل واضح كاظم. وصريح مع ما تريده الولايات. نعم. المتحدة الأمريكية. سيد كاظم في هذا اليوم يعني أريد أوضح موقفي أنا وموقف قناتي، نحن محايدين من الجميع، أنا أتمنى كهيفاء الحسيني أنه يبقى العراق للعراقيين، وما نريد لا أمريكا ولا إيران ولا السعودية ولا تركيا ولا أي دولة، يبقى القرار عراقي ويبقى فقط للعراقيين. مما لا شك فيه. نعم. يعني فهذا موقفنا يعني بعيدا عن أي موقف سيدتي. آخر خليني أنتقل للسيد. نعم. 30 ثانية. مما لا شك فيه أن كل
عراقي. نعم. لكن مشكلة استاذ خليني اتحدث نقطة مهمة، مشكلة لما بيها الكتل والأحزاب السياسية تشوف السند مالها دول معينة، فهذه الإشكالية إذا ما تكون هذه الدول حتى اللي تابعين لأمريكا ويعني خليني اتحدثها ومنتمين لأمريكا، إذا ما موجودة أمريكا ينتهي وجودهم بالعراق، واللي تابعين لإيران إذا ما موجودة إيران ينتهي وجودهم، واللي تابعين لتركيا وقطر وأيضا السعودية ودول أخرى. أتمنى أنه يكون الكتل والأحزاب السياسية ولاءها للعراق وانتماها للعراق، مع احترامي لكل الكتل والأحزاب السياسية، وأنا أتحدث عن البعض حتى لا يزعلون كلهم. خليني أخذ رأي، خليني أخذ رأي أستاذ فلاح، لأن الوقت 30 ثانية. وأنا من خلال شاشتكم ومن خلال شاشة زاغروس أقول أنه كل عراقي يحمل الهوية العراقية ويحمل الجنسية العراقية ووطني، لابد أن يكون همه أن يكون العراق مستقلا. نعم. لكن هذا حلم. لا ننسى. هذا حلم. لا ننسى يعني الظروف التي مر بها العراق. نعم. ومن وقف مع العراق ومن وقف ضد العراق. نعم. هذا أمر مهم. نعم. جدا. نتمنى هذه أمنية سيد الشريفي، ربما 2021 راح تحقق أمنيات العراقيين باستقلال العراق بعيدا عن دول العالم كلها، ويعني ما يكون ساحة حرب لا الأمريكا ولا الإيران ولا أي دولة من الدول، ويكون قراره قرار عراقي، لو هذه أحلام نظن نحلم بها 17 سنة إلى هذا اليوم. لا، بالحقيقة يتحقق هذا الحلم، ولكن علينا أن نطيح بجناح الفساد وجناح الإرهاب. نعم. لأنه إذا أكون قسام بالمواقف فهو صراع بين جناح فاسد وجناح إرهابي. نعم. والجناح الإرهابي والفاسد هو الذي أطاح بمشروعنا الوطني. نعم. الذي ضحينا من أجله. نعم. وألقينا دماء. نعم. من أجله، والآن الشارع ناقم جدا على الأداء السياسي برمته. نعم. لا يستثني أحد. نعم. نقطة مهمة جدا، اللي ما رحمهم بالإرهاب والطرف الآخر ما رحمهم بالفساد هو المنتظم السياسي، والمنتظم. نعم. السياسي من مخرجات العملية السياسية. وأيضا نحن أيضا ما ننسى الدور الدول اللي وقفت بجانب العراق للحرب على داعش، أكيد نحن نحييها وإن شاء الله نرد لها هي بأشياء أجمل وأحسن. لكن أريد أتحدث نقطة مهمة جدا حول اللغم اللي شاهدناه في ميناء البصرة. خلينا نتحدث عن هذا الموضوع، لأن أنت خبير أمني اليوم، شلون ممكن نفسر هذا اللغم الكبير وأيضا هذه الإجراءات الحكومية في وسط أحداث الخليج المتسارعة؟ بالحقيقة هذا يضعنا أمام استحقاق خطر جدا. اقتصاد العراق اقتصاد ريعي، وأنه بالأساس ميناء الفاو خضع على سجالات سياسية وصلت إلى الإعلام، وهناك جهة حزبية تريد تأخذها حتى تستثمر لصالحها. نعم. على حساب المورد الوطني، وجهة أخرى ترفض، وتصارعوا حتى على الشركة التي ستستثمر. نعم. ومن سيستثمرها حزبية. أما بما يتعلق باللغم فبالحقيقة هذا اللغم فيه خصوصية، لأنه فيه تقلية عالية جداً. نعم. لكن نقطة قبل. نعم. ما تتحدث لي عن اللغم، اتحدثت هناك صراعات إيرادات من أجل الاستحواذ على هذا الميناء، هو يمكن سبب وجود هذا اللغم؟ هذه واحدة من الأسباب، لأنه احنا نضع في حساباتنا أن الصراعات السياسية تشكل مدخلا للصراعات في التوازنات الإقليمية والدولية. نعم. واللغم بالمناسبة من خلال دراستنا إليه، اولا ما يمكن ان يضع غطاس على اعتبار انه اذا كان غواص او ضفادع بشريه لا يستطيع ان يجاري الباخره اللي كانت تتحرك بسرعه 12 عقده، ومعنى ذلك انه هناك جهاز استطاع ان يواكب الباخره ويضع هذا اللغم، وهو من الالغام اللاصقه والالكترونيه، بتقنيه عاليه جدا. والدليل تأخرنا في مسألة معالجته، لأنه حتى الكادر الفني اللي نقلناه من وزارة الداخلية هو متخصص بالألغام البرية. نعم. أما الألغام البحرية فهي حديثة عهد على وضعنا، وهناك من يرغب بالحقيقة إلى التأثير في القرار السياسي والتأثير في العراق. ضرب الاقتصاد الريعي واللي يعتمد على البترول، وبالمناسبة التحدي. نعم. دقيق، هناك أيادي خفية في هذا الموضوع. استهدف أمن الطاقة بالنسبة للعراق واللي هو يمثل اقتصاد العراق. من الذي لديه رغبة في الإطاحة بالعراق وجعله مفتتا ومنهارا اقتصاديا ومنيا وعسكريا؟ هي الصراعات والتوازنات الإقليمية والدولية في لحاظ غياب المشروع الوطني الذي ممكن أن يشكل رادعا لأي تدخل سلبي.
أي تدخل سلبي، والدليل تحت عباءة التدخلات الإقليمية والدولية، نفذ الإرهابي ونفذ الفاسد الذي أطاح بحلم الشعب العراقي في دولة كنا نأمل أن تكون دولة رفاه. بدأنا يعني نبحث عن يعني دولة الكرامة. يعني بس تحدثت عن بعض حزب، يمكن حزب قلت هو كان له يد. والله هي صراع كيانات سياسية. يعني لحظة، احنا مفهوم الحزبية بالمناسبة، مفهوم الحزبية الذي ينطبق مع النظم الديمقراطية، احنا ما عندنا أحزاب. عندنا كيانات سياسية بها زعيم وبها أتباع، وهاي الأتباع هم عبارة عن قوى مصالح منتفعة مستثمرة للحزب على حساب المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية، ويلتحقون به. ولذلك هناك صراعات ما عادت مخفية على الرأي العام العراقي منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، والكل يتصارع على الميناء الفوى كأنه غنيمة للأحزاب، والحال أنه هو يفترض مورد وطني. أين الخطاب الوطني وأين الدور الوطني يعني في تحرير مواردنا من هيمنة الأحزاب؟ مع الأسف، مع الأحزاب 17 سنة الأحزاب أقوى من المؤسسات، وبعض الأحزاب لعب بينا الرأي العام العراقي أقوى حتى من المرجعية. نعم، مع الأسف 17 سنة والأحزاب لعب بينا طابق، مع الأسف بعض الأحزاب. لا تزعلوا مو كلكم. خليني أنتقل إلى أستاذ فلاح. أستاذ فلاح، أريد تعليقك على موضوع اللغم وعلى موضوع الأحزاب، بعض الأحزاب اللي إلها إيد ربما في هذا الموضوع، أيضا على الشركة اللي تعاقدت معها الحكومة العراقية، أيضا على تحرك في الخليج. يعني ما نعرف هل هناك جهات ربما تريد تشغل الرأي العام في هذا الموضوع؟ تفضل أستاذ فلاح بعيدا عن الحرب. اوكي، دعيني ابدا من سؤالك الثاني حول الوضع في العراق. كلنا متفقون ان الوضع في العراق هو فوضى عارمه على جميع المستويات، فمن اجل ان نعرف من المستفيد او من يقف وراء هذه الفوضى، هناك راي يقول ايران، هناك راي يقول امريكا، وهناك البعض يقول ايران وامريكا. طيب، ان نكون ناس يعني نبحث عن الحقيقة، لنطرح كل هذه التساؤلات على الطاولة، لنجد من هو المستفيد من هذه الفوضى. هل لدى أمريكا أكبر كتلة شيعية في البرلمان العراقي؟ لا، إيران لديها. أو يعني أكبر كتلة شيعية في البرلمان هي قريبة إلى القرار الإيراني وبعيدة عن القرار الأمريكي. هل أمريكا صدرت لنا المواد الغذائية والاستهلاكية وسيارات السايبر؟ لا، إيران هي التي صدرت لنا. هل أمريكا صدرت لنا الكهرباء حتى تستفاد من الملايين أو المليارات من الدولارات؟ كلا، إيران هي التي صدرت لنا الكهرباء. هل أمريكا صدرت لنا الغاز من أجل أن تشغل المحطات الكهربائية؟ كلا، إيران هي التي صدرت لنا الغاز من أجل أن تشغل المحطات. فإذا هذه الكتل أو كتلة البرلمانية الكبيرة، سواء كانت شيعية أو سنية أو حتى كردية، هي تجلس في أحضان إيران وتدافع عن مصالح إيران وليس عن مصالح العراق. نقطة تصدر الأمن واضح، وإذا تريدون أن نسب بهذا الكلام لدينا الكثير من الأدلة. شكرا جزيلا أستاذ فلاح، شكرا جزيلا. أعيد إلى بالنسبة إلى هذا اللغم. هذا اللغم يعني لحد الآن الروايات غير واضحة واقعا، يعني عندما نقرأ التقارير وتعليقات شرية الإعلام الأمني. طيب، هذا اللغم الآن يدور حول باخرتين، وإحداهما تسمى أنتي بولو وهي الليبرالية تحمل العلم الليبيريا عفوا، والباخرة الثانية هي نوتريك فريدم وهي تحمل علم البهاما. الأنتي بولو هي مؤجرة من قبل شركة سومو. وبعض الروايات تقول هاتين الباخرتين كانا في قرب منصة، أو قاسيتان قرب منصة STS وهي تبعد بحدود الأميال عن ميناء البطلة، في حين رواية أخرى تقول هاتين الباخرتين كانت راسيتان في منطقة تسمى المغطاس، وهي منطقة مياه دولية تنتظر دورها للدخول المياه العراقية. بالنسبة للأمتي بولو، هي تستخدمها شركة سومو كخزان للنفط، أي أن هذه الباخرة ثابتة. هنا السؤال الذي يجب أن تجيب عليه باختصار، أين كان هذا اللغم؟ هل في الباخرة أمتي بولو الثابتة والساكنة، أم أتى مع النوتريك فريدم المتحركة؟ وأما بالنسبة إلى نوع اللغم، فهو من نوع اللمبت معي،
وهو نظم بناءي نعم تم تطويره وهو لاسلك، لكن بالنتيجة من يقف وراء هذا القرار أو وراء هذا اللغم بكل تأكيد يريد أن يشعل المنطقة ويؤثر على العراق بشكل أو بآخر. شكرا جزيلا. تفضل كلمة. يعني العراق دولة وليس محافظة تابعة لإيران، هذا من جانب. من جانب آخر لا يحق لا لسيد فلاح ولا أي شخصية أخرى أن تخون المكون الأكبر في الدولة العراقية. الشيعة عراقيون، الشيعة في العراق عراقيون، لا يحق لك ولا لغيرك أن يخون الشيعة وأي شيعي في العراق. لا يحق لك سيد الفاضل مهما كانت أفكارك والأيديولوجية التي تحملها وانتماءاتك وتبعيتك، لا يحق لك أن تخون عراقي وأن تضع نفسك في منصة الحكم على أي عراقي. هذا من جانب. من جانب آخر أنت أصلا خارج العراق، هذه من زاوية. من زاوية أخرى، من زاوية ما أسمعك، من زاوية أخرى مسألة اللغم واضحة. إذا كانت هناك فوضى في الدولة العراقية فأمريكا من أوجدتها، وإذا كان هناك استيراد للكهرباء والغاز فعليك أن تعلم أن ترامب بشخصه تدخل من أجل أن يكون هناك إرساء مناقصة الكهرباء على جنرال إلكتريك عندما ذهبت الحكومة إلى سيمز الألمانية، وبالتالي من يمنع العصب الحيوي للصناعة في العراق هي أمريكا. أمريكا لا تريد أن يكون هناك تطوير في العراق. هذا الأمر معلن وواضح، وترامب بنفسه أعلنه من خلال شاشات التلفاز. عليك أن تراجع معلوماتك سيد الفاضل، فضلا عليك أن لا تضع نفسك في قرار الحكم على الآخرين. لا يحق لك ذلك ولا لغيرك ولا يحق لي أيضا. شكراً جزيلاً. أنا بعيدا في اتهامك بأمور أنا لا أملك أن أوجهها لك. شكرا جزيلا. بالختام أشكر ضيوفي. طبعا عندي كلام، طبعا عندي كلام وبيعته بشوية خشن. إيش قد عيب من عندنا وزارة كهرباء وإحنا كهربائنا 3 ساعات باليوم؟ والله عيب، والله عيب. صارنا 17 سنة نصلح بالكهرباء وماكو. وإيش قد عيب من عندنا وزارة التجارة ونهاية الشهر يستلم هذا المواطن البسيط بطل زيت وشوية تمن؟ والله عيب، والله عيب. إيش قد عيب من عندنا وزارة الصناعة ولما أتجول بالأسواق المحلية ألقاها كلها منتج مستورد ما بمحلي. إيش قد عيب من عندنا وزارة الصحة والمرضى تتعالج بالهند وبعمان وبغير دول؟ والله عيب. إيش قد عيب من عندنا وزارة نفط ونجيب بنزين ومشتقاته من دول ثانية؟ إيش قد عيب من عندنا وزارة زراعة ويطلع أحد المسؤولين يقول والله نستورد النبق من دولة ثانية؟ طبعا هذا الكلام ما أقصد به الوزراء الحاليين اللي بالحكومة، ولو يتحملون جزء يعني مو قليل، لأن الأخطاء هواية. صار لنا 17 سنة وإحنا نعاني بهذه الأزمات. كلامي موجه لبعض المسؤولين، أتمنى منكم تصححون وضعكم، صححوا وضعكم. وعيب الناس والله ملت، والله ملت. يا رب تشوفون وضع هذا المواطن البسيط، تصبحون على وطن آمن. في أمان الله. زاغروس تي في، المصداقية، الحوار، التعايش، الآن بالعربية.